خير وعلى خير. اسمحوا لي جيتكم في هذه اللحظه هذه وشويه مأثر، وبزاف الناس يسولوني علاش انا مأثر، ولكن كونوا اكيدين الاصدقاء ديالي اذا كنت بوحديتكم مركز وشتي هذا الفيديو كون اكيد غادي تأثر بزاف، خصوصا النهايه ديال حكيم زياش مع الفريق ديالو اياكس والرساله ديال الام ديالو اللي هي اثرت عليه بزاف وخلاته يفقد السيطره ويبقى يبكي بحرقه وكيوصل واحد الرساله قال لكم ما كانش المهمه ديالو ما كانش يزيد يكمل في الكره القدم. وخوز بالحكم ديالي انا يا كنت كندير لكم التحركات ديال حكيم زياش، وكل ماتش مره في العصبه في كاس الملك في البطوله كنت كنحس براسي دائما قريب حكيم زياش، واللي زاد بكاني هي ملي مشات ليا القناه ديالي اللي بها بديت، وصراحه تاثرت انا بزاف. وش نقول لكم، غادي نخليكم مع الفيديو وعطيونا الاراء ديالكم من خلال التعليقات، خليكم مع الفيديو باش نشوف واش علاه انا اللي تاثرت ولا كان، خصوصا الكلام ديال المهمة ديالو والاصدقاء ديالو. صراحه داكشي كيبكي والله كيبكي. تهلاو لي في راسكم اخوتي.